دكتورة مايا، في أحمد نوار بيقول السلام عليكم أستاذ إبراهيم، وتحية كبيرة للأستاذة غالية مايا صبحي منورة الشاشة، وكنا بننتظرك بفروغ الصبر. في رسائل تانية. وردة أحمد بتقول تحية للعم إبراهيم وللدكتورة مايا صبحي، وحشتينا يا دكتورة، يا رب تكوني دائما في دايرة الضوء. في بقى مع محمد فاروق بيقول الحمد لله على السلامه يا دكتوره، ايه حكايه هجوم الهاكرز عالميا على النت والبطء الشديد ده؟ لا هو حكيت يعني هجمات الهاكرز دي موضوع لا اصل النت تقول حد قطع الكابل، كانوا طالعين ده تصريح رسمي ومسكوا الناس والكلام ده كله. في رسائل كتير ده، بس عايزين نبتدي الموضوع بعدين. دلوقتي قلنا زي يعني المقدمه دي كانت مهمه عشان نفهم يعني ايه مشروع إنوخ. ماشي. قلنا ان إنوخ في الاساس هو نبي الله ادريس، وهو اللي اتذكر في القران، بس هو ملوش علاقه بالمشروع ده، هم مسمينه باسمه. ما احنا هنقول ليه هم سموه باسمه. يعني هو اللي اتذكر في القران انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وقيل طبعا اختلفت الاقوال هل هو رفع حي ولا في برضو يعني اقوال مثلا الائمه من المسلمين قال ان هو اترفع واتقبض في السماء الرابعه، لكن الرسول احنا مثبت عندنا الرسول عليه الصلاه والسلام قبله في السماء الرابعه في رحله الاسراء والمعراج. النقطه ان سيدنا ادريس عليه السلام هو اول من خط بالقلم، هو اول من وضع قواعد العلم والمنطق والفلسفه، واول من وضع اسس السياسه المدنيه، وكان يتحدث لغات كثيره جدا. يعني قيل انها حوالي مثلا اكثر من 70 لغه في فترته. وهو اختلف في مولده، قيل ان هو في بابل، لكن هو رحل لمصر وتم رفعه من مصر. ففي امور بتربطه، يعني في بعض امور ربطته بأوزوريس، لكن الامور الاكثر بتربطه بتحوت. تحوت اخذ، يعني كان في من احد الحاجات اللي وجدت في مصر مهمه جدا جدا جدا، اللي هي الواح تحوت الزمرديه. احنا مش عارفين قيمتها. الواح تحوت الزمرديه بتعود والله اعلم لنبي الله ادريس. يعني انا وضعت تراجمها وهي مش موجوده عندنا. لكن هي فين امال؟ بصراحه انا مش فاكره هي في بريطانيا ولا في امريكا. يعني لا هي معروضه يعني في متاحف بره، لكن ترجمتها اخذ عنها الكثير. ليه؟ لان هي اساس العلم والحكمه، اخذ عنها الكثير. فالنقطه ان إنوخ هو اللي عند برضو في الانجيل اخنوخ. اخنوخ يعني اخنوخ يعني المكرس. وزي ما قلنا ان هم كما تم سرقة علوم العالم وتشفيرها وتزييفها لمصلحتهم، فمن احد الامور اللي سرقت برضو هي علوم تحوت او علوم اخنوخ وتزييف برضو سيرته. ليه؟ لان من احد الامور اللي اتكلم فيها إنوخ وموجودة في كتاب ينسب له، موجودة بعض يعني حاجات أثرية. مين إنوخ التاني ده بقى؟ ما هو أخنوخ أو إنوخ هو إدريس، يعني سيدنا إدريس يعني. فخلينا نتكلم، بس سمي في الكتاب المقدس أخنوخ يعني المكرس. المكرس لكن هو نبي الله إدريس. وفي أمور بتربطه بتحوت. وزي ما قلنا تحوت وجد من الاثار اللي موجوده هنا، اللي هي الواح تحوت الزمرديه، وتم ترجمتها. والغريب جدا ان في حاجه مثلا نص بتذكاري اللي اتسال عليه المره اللي فاتت، اللي هو اسمه احجار جورجيا، اللي هو موجود في امريكا، ولا احد يعلم مين اللي يعني مين اللي عمل النصب ده، ومكتوب عليه مخطط الالومناتي والابادات وكده، لكن في اوله ما ورد بعض ما ورد في الواح تحوت الزمرديه. فهم سرقوا ما جاء به العلم وما جاء به إنوخ. لكن وزيفوه يعني. من ضمن الحاجات اللي موجودة في كتاب موجود فعلا اسمه كتاب إنوخ، من ضمن الحاجات اللي موجودة في الكتاب ده انه حذر من ان في شياطين برضو اتت للعالم، وان هي بطرق ما عملت تزاوج مع بعض اهل الارض، وهم هيعودوا للارض وهيكونوا سبب مع الشيطان الكبير، وهيكونوا سبب في بعض الخراب اللي هيتم في الارض. النقطة ان هم اخذوا مفهوم تحوت او مفهوم اخنوخ او مفهوم ادريس كالمكرس للعلم والحكمة، وزيفوه بالنسبة لهم في عمل ما يسمى مشروع إنوخ. ما هو مشروع إنوخ؟ زي ما قلنا او حاولت اوضح ان هو ما يشابه محاكاة الشيطان لعمل ما يشابه
اللوح المحفوظ الرباني لكن بطريقة خادعة. يدخل فيه بقى ايه؟ يدخل فيه كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، يدخل فيه مخطط مشروع الشعاع الازرق اللي احنا ان شاء الله هنتناوله النهاردة، يدخل فيه طبعا الشعاع الازرق داخل فيه حاجات هنشرحها مثلا زي الهولوجرام بتاع ان شاء الله يعني، يدخل فيه مشروع الاجندة 21 اللي هي أجندة القرن اللي هي بترسخ ان من سنة على فكرة 62 لغاية سنة ان هو بحلول 2009 يتم تقريبا السيطرة على جميع موارد الغذاء، بمعنى ان الحبوب كلها تبقى مهجنة، واحنا حاليا بنستخدم في كل زراعتنا وفقا لاتفاقية كودكس دي اللي هي تابعة لأجندة القرن كلنا بنستخدم على فكرة حبوب مهجنة، وده امر خطر جدا. كلنا دلوقتي تنص الاتفاقية دي على انه كل الابقار والمواشي اللي بيتناولها الانسان كغذاء تتم معالجتها بهرمونات التكاثر وهرمونات اللي هي التكبير يعني هرمونات النمو، بتسيطر على جميع الأمصال اللي في العالم، والفئة دي معمولة رسميا وخلاص معمولة في الأمم المتحدة وكذا، وإحنا مستخدمها. الموضوع ده له خطورة كبيرة جدا. يدخل برضو في مشروع إينوخ مواضيع التهجين اللي هنتكلم عليها بتاع. فهو مشروع إينوخ يعني باختصار هو يحوي كل الحاجات اللي إحنا اتكلمنا عليها، ونبتدي ناخد جزء 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 فيه بالتفصيل وأسبابه وكذا وكذا. أول جزء أول جزء بس علينا ان احنا نفهم ان يعني كانت المقدمة دي مهمة، ان عشان نفهم الفكر الشيطاني، ان انت عشان ترسخ يعني الاساس ليس تدمير البني ادم بقدر على ان الشيطان يعبد في الارض. فكل ما يتم من هذه التقنيات كل اساسياتها غير تدمير فطرة الله والكذا والتحكم في الارض بتاع، لكن الاساس ان انت تحطم هذا الانسان، تخلخله داخليا، تدمر معتقداته. ها تدمر معتقداته ازاي؟ مش ان انت زي ما احنا فاكرين يعني احنا ايه عمالين نعمل الحاجات الماديه والارتقاء، لا لا، انت تدمر الاديان من الداخل. ازاي تقوم ايه داخل بقى وتعيد من الداخل وبتاع وتعمل كذا وتعمل جماعات تبتدي تشتغل بفكره العصبيه وتعمل حاجات تخلخل الدين والافكار وتشتت وتعمل وكذا، وبعدين دول يحاربوا دول ودول يحاربوا دول على اساس طائفي ومذهبي وعصبي وتطرفي ديني وجهادي ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا. اوكي، فانت الاساس هدم الأديان، هدم الوعي، انفصال الإنسان عن كل تاريخه الحق وعن ارتباطه بخالقه وعن كذا وعن كذا وعن كذا، نعبد أي حاجة، يعمل أي حاجة. فأنت الأساس أنك أنت عايز في نهاية هذا المطاف اللي هو في أحداث النهاية أنك تنصب نفسك كإله والعياذ بالله. أول حاجة بقى فهي النقطة عايزين زي ما قلنا مشروع إينوخ أحد الأمور اللي فيه ما يسمى مشروع الشعاع الأزرق. مشروع الشعاع الأزرق ده في فيديو أزين ليه يعني احنا طب اتكلم عنه وبعدين نشوف فيديو ولا ماشي زي يعني ممكن اتكلم سريع وبعدين نشوف بس هنلخص عشان لانه هو اصلا موضوع كبير يعني.